شكله حلو. بس ما عم يتصلح خط الغاز ولا الكهرباء من وراء تعطيل الحكومة، وكمان هلا آخر نفس هو الإنترنت. لا لحظة، شو بلا إنترنت؟ لحظة كل شيء بيقطع على بلا إنترنت. لحظة عارف. لا معلم، عملوها فينا جربوا قبل يعملوها فينا بوقت الواتساب، هلا لا. أساس هلا بتنزل. هلا دغري تليفون واحد على الواتساب في إنترنت. نعم يعني مستقبلين سنة جديدة بلا إنترنت بلا شيء، منصير مثل كوريا الشمالية، منطر السيد يخبرنا مين ربح كأس العالم بالفوتبول، بيكون فريق الصفا أكيد. أكيد. يعني في يصير عنا إنترنت موسمي مثلاً بالصيف، ليه؟ لأنه بالشتوية كل ما تطلع نسمة وتغيم وتعجب بسوبر ماركت بيبطأ الإنترنت، لأنه ما في بنى تحتية ولا فوقية ولا نصفية حتى، في بنى كم بنى؟ هي بنى ثلاثة يمكن. بس شو في بديل عن الإنترنت؟ فينا نرجع للحمام الزاجل، بس في مشكلة، أكلت الحمام بالدولار، فبس الأغنية بصير فيهم يبعثوا رسائل، ومنرجع نبعث رسائل بالدخان من الضيعة للضيعة، إنه وينه طوني؟ بصير افتح له، دخون تاني يعني إجا. أو فينا نعمل الحل اللبناني، هو إنه نسرق إنترنت. صعبة نسرق من سوريا ومن إسرائيل، لا، في قبرص، فينا ناخد إنترنت من قبرص. شوفي أحلى من إنه تشوف شيء 5 مليون نسمة واقفين على عين المريسة عم يجربوا يلقطوا شيء شحطة، يعني شو من قبرص ألف يهدد. يعني هيرا اليوم عم نمزح حاج، بكرة راح نبكي أنا وإنت والغوريلا والحمامات، وكلهم 400,000 دولار. شو هالبهدلة؟ سرقونا ب 18 مليار دولار من وراء المحروقات، يعني ضيعنا كل هالمصاري ورجعنا رفعنا الدعم، وهلأ عم نقصر بشو؟ بالإنترنت، ورح نحملها للمواطن فاتورة قد راسنا. وعليك عن يلي عم يشتغل ومعتمد مدخوله على الانترنت بدل ما يستفيد شوي، لا لشو تعوا نبعص المواطن، اوكي، ونعطي 18 مليار دولار لكارتلات المحروقات والمواد الغذائية اللي اصحابها معروفين، والادوية، واللي مقسمينها طائفيا بس حتى ينكحوا المواطن. نعم، هيا الى النكاح، انا بحب نكاح. فبلد بلا اتصالات. لبنان الكل بيضل بيقول عنه بكل خطاب انه هو بلد الرسالة، بس شو نفع الرسالة اذا ما قادر تبعتها؟ مش بس انترنت، اتصال عادي وتليفون، يعني يمكن نرجع لخط الارضي تضطر تاخذ تليفون هيك على السكيت، يعني قلتك تحكي مع ما في نودز، ما في نودز فبصير لا وصوفي لي شو لابسه. ما مسك الخط عم بحكي مع مين؟ احمد. شو انه بعتلك يعني هيك شيء بذكرك بالماضي، ببلد بحب يعيش على ذكريات الماضي بزمن مش عم يمضي. ولك الإمارات بخمسين سنة كانوا صحراء، كانوا يحلموا إنه يعملوا البلد مثل لبنان. هلا بعد 50 سنة سبقونا وسبقوا العالم بخمسين سنة، ونحن بعدنا مترحم كيف كان لبنان من 50 سنة. ولك إذا أنتوا ما بتعرفوا الله، طيب الملحد عادة بيؤمن بالإنسان والإنسانية، طب أنتوا ما بتعرفوا لا أخلاق ولا إنسانية ولا ذرة ولا الله، تبعتوني شيء عندكم إياه بس مثلاً إنه قدمتوه خدمة لبلدكم.